اتخذت مشيخة جامع زيتون الإمام محمد بوزريبة كإمام مؤقت معين من قبل وزارة الشؤون الدينية لإمامة المصلين بجامع زيتون، وانسحب الإمام من بهو المسجد درءا للفتنة حسب ما قيل. لقينا ناس تصديت للشيخ محمد بوزريبة، نحن من الحكمة ودرء للفتنة يعني وقع انسحاب، ولكن سنفعل القانون في هذا الأمر. لما دخلت على أساس ألقي الكلمة أنا داخل وهو أخذ الكرسي، قال لا أحد المشيخة سنلقي الدرس ونلقي الخطبة. في أي جامع في أي دولة عربية السلطة الحاكمة أو وزارة الشؤون الدينية تعين الإمام. الهيئة العلمية في جامعة الزيتون هي اللي تعين إمام الجامع. الإمام المقال حسين العبيدي الذي صرح في ندوة صحفية بأن صحته لا تسمح له بالإمامة هذه الجمعة، أخذ الكلمة بعد الصلاة ليكرر على مسامع من تبقى من المصلين ما صرح به في هذه الندوة. فاتهم الحكومة بالتضييق على العلماء وعدم تطبيقها الشريعة الإسلامية ليتلو بصوت متحشرش تفاصيل الاعتداء الذي قال إنه تعرض له من قبل قوات الأمن، كلمة رفضها عدد كبير من المصلين لطابعها التحريضي حسب رأيهم، رغم نفي هذه الصفة عنها من قبل عدد آخر واتهامهم للإعلام بصنعها. ما عندنا حتى مشكلة، حتى عدو ما يستغل، رانا كنا صف واحد، كنا يد واحدة، ما عندنا حتى مشكلة، واضح، ما تعملوش فتنة يهديكم ربي، نحن جامع زيتونة يبقى ديما جامع المعمور. تمسك مشيخة الجامع من جهة بالفصول الواردة في القانون الخاص المنظم لجامع زيتونة، ولا سيما الفصل الذي ينص على استقلاليته وعدم تبعيته للدولة، وسعي الوزارة لاستعادة هذا المعلم الديني من جهة أخرى قد يجعل من هذه المسألة قضية أخرى تضاف إلى مشاكل البلاد.